كشفت نتائج امتحان شهادة البكالوريا الأولية عن تسجيل نسبة نجاح بأحد مراكز التصحيح بالجزائر العاصمة، يضم 13 ولاية لشعبة رياضيات وعلوم تجريبية، قد بلغت 52%، في حين سجل مركز تصحيح بولاية بومرداس لشعبة أدب وفلسفة وتسيير واقتصاد نسبة نجاح قدرت ب 46%، في مقابل تسجيل نسبة نجاح أولية بلغت 47.60% لشعبة أداب ولغات أجنبية بمركز تصحيح آخر بنفس الولاية، حسب ما أفادت به جريدة الشروق. وذكرت مصادر الشروق على أن عددا كبيرا من المترشحين في الشعب العلمية والتقنية قد تحصلوا على العلامة الكاملة في مادة الرياضية والعلوم الفيزيائية. بالمقابل تحصل المترشحون في الشعب الأدبية على نقاط إقصائية في مادة التاريخ والجغرافيا والفلسفة. للإشارة، فإن وزير التربية الوطني عبد الحكيم بلعابد لم يحدد تاريخا لإعلان النتائج، حيث أنه اكتفى بالقول بأن النتائج ستكون إما في الأسبوع الثالث أو بداية الأسبوع الرابع من شهر جويلية الجاري.